أعزائي مشاهدي قناة زهرة العرب، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء المتجدد من داخل كلية الطب مع الأستاذة الدكتورة مشيرة عبد الواحد عميدة كلية العلوم التطبيقية بجامعة المنوفية. نتعرف من سيادتها على أهم المشاركة اليوم في المؤتمر العلمي الثاني للأمراض المتوطنة بكلية الطب. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. طبيعة مشاركة حضرتك النهاردة في هذا المؤتمر دكتورة؟ هو المؤتمر عنوانه وموضوع مهم قوي للأحداث اللي دايرة عندنا هنا في جمهورية مصر العربية، علاقة أمراض الكبد وخصوصا الكبد الدهني والمستجدات الأمراض اللي ممكن تحصل. احنا دلوقتي واحد من الحاجات اللي كانت مسببات لأمراض الكبد أو للكبد الدهني هو فيروس سي. دلوقتي احنا الحمد لله بدأنا نتغلب على فيروس سي، فبدأنا نتجه اتجاه تاني. طب ايه ممكن الأسباب التانية اللي ممكن تكون ليها أسباب تأثر على الكبد وتعمل له الكبد الدهني وبالتالي يكون ليها أضرار كتير؟ أنا أستاذ باثولوجي في كلية الطب، فالموضوع ده بيهمنا جدا لأن احنا دلوقتي ازاي نتغلب على الكبد الدهني، ازاي نتجنبه وبالتالي نتجنب الأمراض اللي ممكن تحصل له تسبب له أمراض كتيرة زي سرطان الكبد، ربنا يحفظنا جميعا، زي التليف الكبدي وأمراض أخرى. في كذا يعني أكثر من محور وورشة عمل خلال هذا المؤتمر، 4 أو 8 ورش عمل بتستضيف ورقات بحثية من الأساتذة وأعضاء التدريس من جامعات مختلفة ومن مستشفيات مختلفة. الحرص على هذا الزخم والمشاركة بيعني إيه؟ مهم قوي ان احنا حتى كمان نوعي الناس عن الامراض اللي ممكن تسببها التهاب. كتير قوي من الناس بيروح يعمل اشعه تلفزيونيه يقول له انت عندك كبد دهني، طيب ايه اسبابه، ايه اللي ممكن يسببه الكبد الدهني ده؟ حاجات كتير، امراض زي السكر، ناس كتير قوي عايشه بالسكر. طيب لو المرض السكر جاله العيان وعنده كبد دهني، طيب يعمل ايه او نتجنب الاضرار او المشاكل اللي ممكن تحصل لو واحد عنده سكر وعنده كبد دهني، نتخلص منه ازاي عشان نتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل زي تليف او اضرار لا قدر الله. ده ممكن بقى في خلال توصيات اليوم العلمي النهارده هيظهر هذه التوصيات اللي أكيد يتم الاستفاده منها لاحقا ان شاء الله. أكيد. دكتورة، التشخيص المبكر، تجنب المرض اساسا، يعني تجنب المرض وكيفية الوقاية منه والتشخيص المبكر، دي أهم الحاجات اللي ممكن إن احنا نتجنب الأضرار اللي ممكن تيجي من الكبد الدهني. دكتورة مشيرة عبد الواحد عميد كلية العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة المنوفية، شكرا جزيلا لك. تحت أمرك.